راح جاي وماشي، والله جزي ما كمل نص ساعه، اقسم بالله ما كمل نص ساعه. ابيعرن عليا قال لي ايه؟ قلت له قال لي يابا انا جاني اتصل ان اللي علمت رفس على جوزك، اتصل على جوزك مش جاي، اتصل عليه الاول. قال لي يا محمود، قال لي يا بوري انا قاعد بشرب يلسون والله، وهم حواليا اي نعم بس مش في حاجه، يعني العيال حواليه بس مخبيين الاسلحه، هم حواليا بورا بس. فضل قهوه، فضل هو وصاحبه اسمه احمد، من احمد من السبخ، هو اللي كان قاعد معاه مجهزين ال، وكان اتنين بيشتغلوا في القهوه عبروزك دي، راح جاي متصل يلا القهوه فضلي تعالوا. نزلوا على محمود، محمود كان هو بيشرب جوزه، جوزي بيشرب شيشه. الحاجه الوحيده اللي دفع عنه روحه عن نفسه بيها بس الجوزه ورماها في وشه بس عشان بتهجموا عليه. يا لهوي اتكتروا عليه واستخبوا بيه علشان هو شجاع وهو عسل، وهم بيغيروا منه علشان مستكترين عليه. اخر النهار بيروح يقعد، احنا هنا الحته حدينا يعني ايه كده شويه، بقول بدل ما 30 نفر ده داخل وده طالع وده داخل عشان تبقى براحتك، انا بقى اروح قاعد عن هنا يحاسبهم على القهوه. حتى بتوع القهوه بقول محمود يوميا 30 نفر بيقعدوا معاه، النهارده كان اروحه بس اليوم دي بالذات كان اروحه بس. الصنايعيه مش كان حواليه، ما كانش حد، هما كتلوا عليه وضربوا استضعفوه، واحد في قلبه واحد ابره، ده ابره هو محمود اخو دينا، خطيبه حليجه، خطيبه احمد ابو عادل، اول حاجه على راسه بالشومه وبالجنزير خطيبته. دخلت في المخ في ال، اخوها. ابويا واحد اتصل علينا، لا قبل ما يتصلوا علينا لقيت نوال ودينا وياسمين ماسكين سكاكين طالعين نجري. ايه يا عم نوال فيها بيت يا دينا؟ عبرازق واحمد واحمد وعبرازق فرتكوا قلب محمود، احمد وعبرازق فرتكوا قلب محمود وطلعين يجروا. ابويا اتصلت على واحد احمد اللي كان معي، اتصل على من تليفون محمود عليا، الحقينا يا مروه الحقينا. ايه يا احمد في ايه؟ هات يا حد وتعالوا ورانا المستشفى، محمود متعور. الحقني يا بابا، محمود يا بابا تعور يا بابا. ابويا خد عربيته وطلع يجري، واني وحماتي طلعنا نجري من ناحيه، بقى ركبتي كانت بتخبط. رحنا بنحسبه في القهوه، رحت لقيت دم ويا كبدي انا على الاسفلت كله، جايبين وطرطش الدم من القهوه كلها هي تك 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 تك. عبروزه موته في القهوه، وقولوا هوريكم فيديو بتاع القهوه بتاع الدم هورهوله. راح جاي مجرجر كده على السلم وعلى الاسفلت، حاطط رجليه كده على وشه، بقول له مش هسيبك الا لما تسح في دمك، وهو ميت. عبرازق يا عبرازق، طب الرحمه يا عبرازق، ده هو ميت، وهو ميت مش رحمه، هو ميت حتى. يا لهوي، انت المنتقم الجبار يا رب، انت المنتقم الجبار، انت المنتقم الجبار يا رب، انت المنتقم الجبار. قولي لي احنا لقينا سيف قبل اليوم ده في مع، لا لا بقول لك ليل ونهار يا اختي قاعدين هنا ليل ونهار على صنيتنا، عيالها متربين هنا ونور عيني وصحتي عيالها متربين يعني هنا. المشاكل اللي حصلت دي كانت سبب كل ده، وان هم تربوا عشان عايز يعدي ابن اخته، عايز يتعامل، عايز يعدي، لا مش هعديك، وحش مع بعض مش مستاهل. يعني هو كان داخل اصلا يفض الخناقه، هم اتشبكوا معاه، راح رجع لنا بالشوم السكاكين. هل دي مستاهله القتل؟ لا ما كانش مستاهله القتل. انا في الحياه كانوا يعوروه، كانوا يقطعوا رجلي، كانوا يقطعوا، انا كنت هرب اقسم بالله كنت هرب، بس مش كانوا يقتلوا، كان يسبي ربي مازن ويربي اروه، كان شحارمنا من حاجه، وكان حنين حنين حنين، طوب الارض زعلان عليه، ربنا يرحمه يا رب، طوب الارض زعلان عليه.